شي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن. بلادي 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 حماك الإله سرور السماء، قد صنع أن نبني نعمل نخلص، نعمل نخلص مهما عشنا نخلص. دام الأمان عاش العلم يا إماراتنا، رمز العروبة كلنا نفديك بالدماء، نرويك نفديك بالأرواح يا وطن. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إماراتي. كما عودناكم أن نستضيف لكم نخبة من رجال الأعمال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا اليوم أن نقدم لكم قصة نجاح جديدة. يسعد مساءك أستاذ إيدي. أهلا وسهلا فيك في برنامجنا برنامج إماراتي. كنا حابين نتعرف من بداياتك، من هو إيدي؟ أنا لبناني كندي من أصول لبنانية، وصراحة انطلقت في المهنة في دولة الإمارات في أبو ظبي في التحديد في 1997، واشتغلت مع شركة أمريكية وشركة مواطنة، وكان لي الشرف إنه أحضر افتتاح أحد المستشفيات في دولة الإمارات في أبو ظبي، اللي هو كان أول مشروع مع أوفست وطويل عمر الشيخ محمد بن زايد هو اللي كان افتتح المكان. ومن وقتها ابتدينا المهنه في ابو ظبي، فكانت مهنه عظيمه صراحه في دوله عظيمه. وابتديت في الامارات لحد 2009، بعدين قررت ارجع على كندا وعلى امريكا اكفي الماجستير، وكنت اكفي الدكتوراه، بس صراحة الشركاء الأمريكان في جورج واشنطن يونيفرسيتي حبوا إنه نبتدي في افتتاح شركة لينا في الخليج، وكان على أساس إنه يتم الافتتاح في قطر، ولكن أنا حبي للإمارات صراحة وأبو ظبي في التحديد قررنا إنه نفتح الفرع في مدينة أبو ظبي في 2013، وفعلا رجعت أنا والعائلة إلى أبو ظبي وأسسنا شركة للخدمات الطبية. وبعدين انتقلت لدبي حبا في دبي، ولقيت اكتشاف دبي وما تقدمه صراحة دبي، وكانت رحلة عظيمة مع احد الشركات الرائدة في مجال الطبي في المنطقة لسنة 2020 لما صار البانديميك. في 2021 قررت ارجع على نفس الدومين اللي هو في الخدمات الطبية العلاجية المنزلية، وبالاتفاق مع شركاء متنوعين صراحة من كل العالم أسسنا شركة أليانزا وابتدينا العمل في دبي. Thank you.
منافسة شديدة مثل ما ذكرت، أكثر من 200 جنسية مختلفة. اليوم المنافسة جدا شديدة، شو اللي يميزكم؟ شو اللي أبرز دوركم؟ كيف وضعتوا بصمة تميزتوا فيها عن باقي المنافسين؟ صراحة حسب يعني طويل العمر الشيخ محمد بن راشد دائما بيقول لازم نتميز عشان نقدر نستمر. فنحن رجعنا من أمريكا معنا latest technology، فهو الانوفيشن الابتكار. عشان تتميز لازم يكون عندك العوامل اللي تميزك عن الناس الآخرين. فطبعا كلمة الكواليتي موجودة، الكل بيتكلم فيها، بس هو صراحة لازم تكون مدعومة بالتكنولوجيا. فهذا اللي احنا عملناه، جبنا أهم تكنولوجيا موجودة خارجيا للعلاج في المنزل، وعم نحاول اليوم بالتضامن مع هيئة إسعاف دبي والهيئة الصحية في دبي انه نقدم خدمات متميزة من خلالهم ومعاهم في شراكة معهم لأهل دبي. وحاليا افتتحنا فرع في أبو ظبي وفي الشارقة لخدمة الإمارات الشمالية. خلينا نتحدث أكثر عن شركة إلينانزا، وخلينا نتحدث أكثر عن الخدمات اللي تقدموها من A to Z. إلينانزا، بس حتى نتفق الاسم هو إيطالي، لأنه المؤسس جيمس مارينوتشي هو بروفيسور من جامعة جورج واشنطن، وهو صديق صراحة عزيز، واشتغلنا مع بعض في أبو ظبي. فإلينانزا هي ألايانس، هي مجموعة من الأطباء والرجال الأعمال اللي متخصصين في إدارة الخدمات الطبية والعلاجية. قررنا إنه نفتح شركة ونكون متميزين. طبعاً شركتنا في أمريكا، هو الهيد أوفيس في واشنطن دي سي، بتخدم وزارة الدفاع الأمريكية وبتخدم أسواس إنترناشونال. إنما في الإمارات قررنا إنه نقدم خدمة مختلفة، خاصة بعد البانديميك الكوفيد 19، والناس تغيرت النظرة. معظم الناس حاوزين يكونوا خارج المستشفيات، مش لأنه أسوأ مكان ممكن تكوني فيه هو في المستشفى. فقررنا نفتح أربع فيرتيكلز موجودة في الشركة. أول واحد هو الخدمة المنزلية، وتحتها بتتضمن خدمات كثيرة، منها دكتور اون كول. يعني اليوم 24/7 نحن عندنا دكاترة تروح على المنازل أو الهوتيلز أو الأوفيسز على خدمة الناس. هو قصة الكونفينينس، بعد ما صار الكوفيد نحن بنوصل لعندك، نحن بنقدم لك الخدمة وين ما تكون، بدون ما يكون في أي إزعاج ليكي أو للناس أو للعائلة. الخدمات بنوفر سيارات إسعاف، عندنا أسطول كامل ومجهز لسيارات إسعاف. الفيرتيكال الثاني هو الأوكيبيشن هيلث، هذا له علاقة طبعا مع شركات البترول والشركات الإنشائية، وبالتعاون مع السلطات المحلية بنساعدهم في توفير سيارات الإسعاف لكل الإيفنتس الموجودة عندهم. فنحن بنوفر دكاترة ومسعفين وممرضين لكل الأماكن، وذر كانت في الريجز اون شور اوف شور، في المناطق الإنشائية، وين ما بتتخيل. الشغلة الثالثة هي التريننج والإديوكيشن، فنحن عندنا تدريب متكامل، كل المدربين اللي لنا هم من أمريكا متميزين، كل السيرتيفيكيشنز تجي من أمريكا من أهم المعاهد، ونحن بنقدمها للناس العاديين كبيسك لايف سبورت اول ذا واي للجيش والشرطة والدفاع المدني في 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 خدمة الطوارئ. الرابع فيرتيكال هو الفيرتشوال هيلث، وهذا ما يميزنا صراحة عن المنافسين، انه معنا أجهزة انوفيشن بتقدر تخلي الدكاترة يتواصلوا مع المرضى وكأنهم مع المرضى وهم ليسوا مع المرضى. وهذا منه التلي كونفرنسينج، بالحقيقة هو الممرضين موجودين بويربل ديفايسز بيحطوها على راسهم، وبيقدر الدكاترة من وين ما كانوا في العالم يقدروا يشوفوا هذا المريض ويعملوا دايجنوسيس ويشيلوا. وصراحة كان لنا الشرف طويل عمر الشيخ محمد بن راشد وطويل عمر الشيخ حمدان بن راشد انه حتى يسموها عين المسعف، فصار لها لقب صراحة هذا الجهاز اللي احنا نفخر فيه. وعندنا الحين شراكة استراتيجية مع هيئة إسعاف دبي لتقديم هذا النوع من الخدمات في سيارات الإسعاف لهم، وبإذن الله ب 2023 حيتم الإفصاح عن هذا. كل التوفيق أكيد لكم. اليوم كرجل أعمال ناجح ومدير تنفيذي في الشركة، كيفية يتم اختيار فريق العمل ليعطون أعلى جودة ممكنة من الخدمات؟ هذا شيء جدا ضروري، اليوم هم عائلتك الثانية وإيديك
اليمين؟ صراحة في الخدمات الطبية أهم عنصر غير الانوفيشن هو التالنت، الموهبة. فطبعا لا يمكن أنك تستقل بمواهب إلى الشركة إلا في حال كان البلد نفسه مهيئ لاستقطاب هذه الكوادر. يعني إحنا اليوم ننافس بريطانيا وكندا وأمريكا في الكوادر الطبية للتمريض. طب ليش هما بيختاروا ييجوا على دولة الإمارات؟ فطبعا نحن بنشكر القائمين على القطاع الطبي الموجود في الإمارات اللي هو ساعدنا ان احنا نستقطب هذه الكوادر ونحافظ عليها. فطبعا نحن عندنا بروسس معقده جدا كيف نختار هول الناس. عندنا ناس بتسافر على الفلبين وعلى اوروبا مشان يختاروا الممرضين. فطبعا نحن بنتبع very rigid model بالبروسس في الاتش ار لنختار الناس. وطبعا الدولة هنا في الهيئة الصحية في عندهم امتحانات وعندهم أمور تانية معقدة عشان يضمنوا أنه أحسن الكوادر اللي تيجي على البلد لحفاظا على أرواح الناس، لأن إحنا مهنتنا معقدة ودقيقة جدا. في دولة الإمارات العربية المتحدة أكيد يدعمون السياحة العلاجية، خلينا نتكلم عن دوركم اللي برزتوه وظهرتوه داخل الدولة. صراحة البلد مهيئ لاستقطاب السواح والزائرين، وطبعا الخدمة العلاجية هي من أهم الأعمدة في القطاع الصحي في أي بلد. يعني اليوم سنغافورة والهند وتايلاند بيستقطبوا خدمة علاجية من كندا ومن أمريكا. فبما أنه نحن شركة أمريكية موجودة في الإمارات وعندنا كوادر على أعلى المستويات وعندنا الانوفيشن، وبصراحة في مستشفيات على أعلى المستويات موجودة داخل الدولة، عم نحضر معهم ومع وزارة الصحة والهيئات الصحية ودائرة السياحة أنه نقدم برنامج متكامل كيف ممكن نتساعد عشان نستقطب أعداد ضخمة وكبيرة من الناس اللي بتحب تيجي على الإمارات. يعني اليوم السائح الكندي اللي ما بيقدر ياخد خدمة سريعة لأنه السوشيال سيستم في كندا بينزل على أمريكا، بس هو لو صح له يجي يعمل عمليات بكلفة أقل وعلى نفس الكفاءة والجودة عم بحاول يروح على جهات أسيوية بس بعيدة جدا عنه. فليش لا مش دولة الإمارات؟ دولة الإمارات صراحة موقعها الجغرافي رائع متميز، هو موجود في مكان سهل الوصول له. اليوم شكرا لشركات الطيارات اتحاد والإمارات إيرلاين بيوصلوا على أي جهة في العالم، وهذا طبعا بيساعد. يعني بدونهم ما بنقدر نعمل هذا الشيء. فاليوم في عندك منظومة متكاملة في داخل الدولة، من عندنا في المستشفيات، في هيئة الطيران، في السياحة، الأمن والأمان، هذا كله متوفر. فمنظومة متكاملة لاستقطاب هذا النوع من الزائرين. كمجموعة الشركات أكيد عندكم تعاون مع الكثير من الشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، خلينا نذكر أحداها ونتكلم عنها بالتفصيل. في مجالنا الطبي صراحة نحن نتعاون مع كل الشركات الموجودة داخل الدولة. طبعا أهمها شركات التأمين، الهوتيلز، شركات البترولية، الشركات الإنشائية. فطبعا مثلا من أكبر الشركات اللي نتعامل معها في دبي هي شركة نيرون للتأمين، هم اللي القيمين على مانجمنت للتأمين الصحي للأخوة المواطنين للخدمات المنزلية، الرعاية المنزلية. وطبعا احنا نفتخر بهذه الشراكة الاستراتيجية معهم، وعم نحاول نقدم اعلى كواليتي سيرفيس موجودة في البلد، وبعتقد عم نحاول نرفع حتى البار على كل المنافسين، لانه الاخوة المواطنين يستاهلون صراحة احسن العلاج داخل الدولة. خلينا نتعرف من عندك أستاذ إيدي على أهمية العلم والتكنولوجيا اليوم عصرنا قاعد يواجه أزمة فيها، يعني نشوفه كل مكان تكنولوجي، إيش كثر مهم أن نتعلم ونتثقف بهذه المجالات؟ صراحة العلم نور، ويعني بدون علم ما بنقدر نتقدم صراحة، بس التكنولوجيا عم تتقدم بطريقة سريعة جدا. يعني احنا بنحضر مؤتمرات وبنحضر اكزيبيشنز، هلا في الأرب هيلث في دبي في شهر واحد نحن مشتركين فيه طبعا، بس حتلاقي انه كل اكزيبيشن بعد 3 اشهر تلاقي فيه نيو تكنولوجي. فطبعا العلم مهم جدا، انا شخصيا كل سنتين برجع على الجامعة بتعلم شيء جديد، وبحاول لما ارجع افيد منه الناس اللي موجودين في الشركة وخارج الشركة. فطبعا هذه رحلة لن تتوقف، العلم على طول بدك تدلك تسعي وراء، ونحاول نطور الخدمات الطبية من خلال الليتست تكنولوجي والانوفيشن.
أكيد في دولة الإمارات، أكيد بما أن اليوم متواجدين في إمارة دبي تحديدا، نستوحي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول بكتابة رؤيتي: الوصول للرقم واحد سهل، لكن الاستمرارية هي اللي صعبة. شو تعليقك على هذا الكلام؟ والله الوصول لواحد طبعا صعب، صعب جدا، بس تحافظي على رقم واحد هو أصعب، لأنه في مسؤولية كبيرة لما تكوني رقم واحد، يعني أنت بتكوني المثل اللي يحتذى فيه، فلازم تكوني دائما عم بتقدمي الأفضل والأحسن، وتحاولي تسمع للناس شو المشاكلهم، وين بين أرياز اللي لهم، وتحاولي تلاقي من خلال التكنولوجيا حلول ترضي جميع الأطراف، مش بس المريض. اليوم المنظومة كاملة، إن كان المريض أو شركة التأمين أو الهيئة الصحية أو حتى الموظفين الموجودين عندك، فهي سيستم كامل متكامل. بس طبعا الوصول لرقم واحد لازم أفرت، لازم تيم وورك، لازم تعاون مع السلطات المحلية، والمحافظة عليه هذا مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله نحن نكون على قد المسؤولية. مرة ثانية في دولة الإمارات، أكيد مثل ما تعرف اليوم إحنا بكل سنة في شيء جديد، في رؤية جديدة لدولة الإمارات. خلينا نتعرف على رؤيتك المستقبلية على مدار الخمس سنوات القادمة على المدار القريب والبعيد أيضا. تمام، نحن على المدار القريب عم نحاول من خلال التكنولوجيا الموجودة معنا انه نقدمها للجهات الموجودة في داخل الدولة. الحين نحن عم نحاول حتى تو اكسباند البزنس على دولة الشقيقة، هي المملكة العربية السعودية، فعم نحاول نأسس فرع هناك، وعم نحاول نتعاون انه نقدم لهم تكنولوجيا. وطبعا صراحة دبي هي فخر للعرب، فخر لكل الناس. أي تكنولوجيا نحن نقدمها في دبي، إخواننا العرب والأشقاء العرب بيحاولوا كمان هم يستفيدوا منها، فإحنا متجهين إلى دولة، إلى المملكة العربية السعودية. بس في الخمس سنين اللي قادم نحن نتحاور الحين مع جهات أمريكية لإدخال الميتافيرس إلى عالم الهيلث كير. فنحن عندنا وفد أمريكي واصل على الدولة بعد أسبوعين تقريبا، وحيجتمع مع أهم الشركات، منهم شركة مبادلة وشركة توازن، لتقديم الميتافيرس ليهم، وهذا شيء نفتخر فيه ونعتز فيه. نحن آخر النهار بدنا نحسن القدرة العلاجية الخدماتية في البلد ومن الإمارات لكل دول العالم، حتى حنحاول نأسس مانيفاكتشرينج فاسيليتي داخل الإمارات، ومنها نبلش نصنع الميتافيرس جوجلز اللي هما التولز، ونصدرها لكل بلاد العالم. هذا الهدف اللي نحن نحاول نعمله. إن شاء الله كل التوفيق لك أستاذ إيدي. بعد سنوات الخبرة الطويلة والنجاحات المتتالية ابتداء بموظفين وما شاء الله وصلتوا هذه المواصيل اليوم، اليوم من يستحق من إيدي كلمة شكرا؟ من كان دعمك وساندك طوال مسيرتك على الصعيد الشخصي؟ والله يعني شكر لله دائما وابدا، بس صراحة لا يمكن يكون في نجاح إلا إذا كان في العوامل للنجاح. فطبعا من أسرتي ومن زوجتي طبعا بيقدموا الاستقرار الداخلي في المنزل. بس فعليا أود يعني الشكر لطويل عمر سمو الشيخ محمد بن زايد وطويل عمر سمو الشيخ محمد بن راشد، اللي هم قدموا لنا مثال صراحة يحتذى فيه، منظومة متكاملة للمستثمرين. اليوم لما أنا أقول لأي مستثمر في العالم أنا موجود في دبي، أبغى أي استثمار، ما في أي مشكلة، يعني أيامات وتكون الأمور خاصة الأمور. فطبعا الأمن والأمان، الاستقرار المالي، الجيوبوليتيك اللي موجودة في الإمارات على أعلى مستوى، لغة التحاور والقبول من الإمارات للإماراتيين لكل الناس الموجودين على أرضها. نحن ما بنحس حالنا صراحة مغتربين، هذه مثل بلدنا أنا يعني قاعد فيها أكثر من قاعد في أي بلد ثاني. وصراحة المنظومة التكنولوجية والحكومة الذكية اللي موجودة بتسهل عليك تفتح أي شركة بوقت قصير جدا، وتاخدي كل الخدمات اللي انت تبغيها عشان تكوني ناجحة. فاليوم لا يمكن نحن نستقطب كوادر طبية على أعلى مستوى لو ما كان البلد قادر يستقطب هول الناس اللي يجوا عليه صراحة. فالحمد لله رب العالمين نحن موجودين في هذه الدولة، في دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد ننعم في نعمتين مثل ما ذكرت، اللي هي الأمن والأمان اللي ساعدوا على الاستثمار والازدهار والتطور. أكيد هذا الشيء لم يأتي من فراغ، إجا من عهد الشيخ زايد رحمة الله عليه، واللي استمروا على نهجه
أولاد اليوم كلمة شكر أخيرة مقدمة من حضرتك أكيد من الشركة والقائمين عليها لدولة الإمارات وحكام دولة الإمارات، وأكيد ما ننسى بالذكر اليوم عيد الاتحاد عيد الوطني 51 لدولة الإمارات. شكر وتقدير لشيوخنا وحكام دولة الإمارات ولشعب الإمارات على العيد الوطني 51، وشكر وتقدير من شركة أليانزا والكادر الطبي لشركة أليانزا والقيمين عليها والمستثمرين فيها لشعب وحكام دولة الإمارات العربية. شكرا جزيلا على كل شيء. كل الشكر لك أستاذ إيدي، كنت في برنامجنا برنامج إماراتي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.